السؤال اللي الواحد سأل نفسه، أنت قوي أو ضعيف؟ أو أنت قوية أو ضعيفة؟ طيب هنا السؤال فعلا ما حد سأل نفسه، أنا قوي أو ضعيف؟ طيب ما هي معايير القوة ومعايير الضعف؟ أنا سمعت أجوبة جميلة جدا، أحد الإجابات قال المال، الغني يعني هذا قوة والفقير يعني ضعف. طيب نأخذ مثال، لو أن هذا الغني اعتدى على هذا الفقير، آذاه، ضربوا، شتموا، أي نوع من أنواع الاعتداء، وهذا الفقير اشتكى هذا الغني في الشرطة ثم النيابة ثم المحكمة ثم أودع في السجن، فمن أصبح القوي ومن أصبح الضعيف؟ جايين في الموضوع هذا. إذن هذا سؤال، هل كل الموقوفين الآن فقراء؟ ما في أحد غني؟ طيب فين غنى ما نفعه؟ يبقى هذا سؤال. البعض الآخر يقول لا يا أخي لا تسوينا فيها، القوي هو اللي عنده نفوذ شركات واسطات، والضعيف هو الموظف البسيط اللي في الشركة، يعني هذا رئيس الشركة وهذا يعني. طيب ما قد حصل أن موظفا بسيطا رفع قضية في مكتب العمل بحقوقه وكسبها؟ حصل ولا ما حصل؟ طب فين صاحب الشركة والنفوذ ورئيس مجلس الإدارة والسلطة لما هذا الموظف الصغير رفع القضية وكسبها وهو بكل نفوذه خسر هذه القضية؟ طب نعطي مثال ثالث، البعض قال يا أخي لا تعمل لنا فيها، القوي هو الفتوة العضلات اللي ياخذ حقه بيده، أحد اعتدى عليه يضربه، أحد كذا زوجته يضربها، والضعيف النحيل زي حكايتي مثلا، يعني هذا ضعيف يعتبر ما هو ذاك الشيء. طيب ما حصل أن هذا القوي أو الفتوة أو العضلات اعتدى على شخص أو اعتدى على زوجته وتم تقديم بلاغ وأودع في السجن بسبب هذا الاعتداء؟ طيب من أصبح القوي ومن أصبح الضعيف؟ اليوم في وطننا وفي دولتنا ولله الحمد القوي، أحيي زميلتنا اللي ذكرت، هو صاحب الحق، القوي هو صاحب الحق فعلا. المشكلة فين؟ مو في صاحب الحق، المشكلة كيف أعرف حقوقي وكيف أطالب بحقوقي؟ لما قيل ما ضاع حق وراء مطالب، ما قيل ما ضاع حق وسكتوا كان كل واحد حقه يجيله في بيته، لا، اشترط الحصول على الحق بالمطالبة. طيب كيف أنا أطالب بحقي إذا كنت ما أعرف حقوقي؟ اليوم لا عذر لنا بجزئية إني أنا ما أعرف حقوقي. ليش؟ في السابق كان ممكن إنسان يقول لي يا أخي أنا كيف أعرف حقوقي؟ يعني من الصعب إني أنا مثلا أروح لمحامي وأدفع استشارة، أنا ما عندي يعني قدرة مالية، أو مثلا إني أروح إلى المحكمة وأسأل القاضي وهل القاضي حيكون متفرغ أو غير متفرغ. فإذا يعني الحصول على المعلومة فيه مشقة وفيه صعوبة. اليوم أي أحد مع هاتف الجوال إذا دخل على جوجل، دخل على أي مواقع موثقة قانونية، وضع السؤال حتجيله الإجابة وهو جالس في بيته وهو جالس على الكرسي. بس على الأقل إحنا نبادر ونطالب بمعرفتنا بالحقوق، مو لازم نكون كلنا متخصصين قانون، بس على الأقل نعرف حقوقنا عشان نكون أقوياء. ما نبغى يقال والله فلان مسكين كل يوم نضحك عليه، فلان هذا غلبان كل يوم نضرب، فلان هذه طول النهار فلان يعتدي عليها. ليش؟
ما في قانون في البلد إلا، ما في قضاء في البلد إلا. طب ليش هذا الاعتداء بيصير؟ لهذا بنضحك عليه، لهذا بيضيع حقوقه. المفرط ها شباب أولى بالخسارة. القوانين موجودة، القضاء موجود، الآن أصبح المعرفة الحقوق والحصول عليها موجودة ومتاحة. إذا أنت ما تعرف حقوقك وما تعرف تطالب فيها أصبحت مشكلتك. يعني اليوم في هاتفك الجوال تقدر تدخل على جوجل تسأل أي سؤال قانوني حتجيك الإجابة. فمن هنا أنت بتكون يعني أقوى بمعرفتك للحقوق. هذا مو موضوعنا، صحيح والله هذا مو موضوعنا. نيجي لجزئية ثانية. في السابق كان يقال يا أخي طيب إحنا نعرف حقوقنا، بس أنا ما أستطيع، ما أستطيع إني مثلا أركب السيارة وأروح إلى المحكمة وأرفع قضية وأحدد جلسة ثم موعد الجلسة، أروح إلى المحكمة مرة أخرى والقضية قد تأخذ سنة وسنتين وثلاث سنوات، وأنا رايح جاي على المحاكم وعلى القضاء، وقد تكون المدينة أنا فيها ما فيها محكمة، يعني في مدينة أقرب قد تكون القضية في مدينة أخرى، وحأضطر أروح أركب يعني طيارة ولا سيارة أروح، وهذه فيها مشقة. ممكن سيدة تقول لي أنا أهلي ما يخلوني أخرج من البيت، أو أنا ما عندي سيارة فما أستطيع أني أروح أرفع قضايا وفيها مشقة وفيها تكاليف، خلاص عاد أمرنا لله. حتى في هذه ما أصبح لنا عذر. جميع الزملاء اللي موجودين معنا اليوم في القانون والأغلب اليوم يعلم أن التقاضي أصبح في الجوال. تخيلوا هذا واقع، احنا نتكلم على مستقبل، نتكلم عن اليوم. ترفع القضية وانت جالس في بيتك من جوالك، تدخل على موقع وزارة العدل، تختار المحكمة المختصة ايش نوع قضيتك، تدخل عليها وتعبي البيانات المطلوبة، من هو خصمك، كم المطالبة، ايش مستنداتك، ارسال، رفعت القضية. رفعت القضية وانت في منزلك. ده اللي احنا بنعمله اليوم. تجيك رسالة، موعد جلسة، تجي في موعد الجلسة وانت في بيتك، تدخل على الرابط، تلاقي القاضي والخصمك وتتكلم وتتناقش وانت في بيتك. وقد تكون المحكمة في تبوك أو في الرياض أو في جدة أو في أبها، جلسة في جلسة في جلسة إلى أن يصدر الحكم وإنت في بيتك. تقدم الاستئناف أونلاين من جوالك، تعمل وكالة شرعية من جوالك، وإذا صدر الحكم وكسبت القضية على محكمة التنفيذ من جوالك، تقدم الحكم، رقم حساباتك، بيانات خصمك وانت في بيتك، ما يحتاج تراجع. قاضي التنفيذ يقوم بخصم المبلغ من حسابات خصمك او بيع العقارات اللي هي اجراءات التنفيذ، ويدخل المبلغ في حسابك. فاذا كنا اليوم، احنا نتكلم عن اليوم ما نتكلم عن المستقبل، ترفع القضيه وتكسبها ويتم تنفيذها وتحصيل المبلغ وانت في بيتك. هذا الكلام قبل سنتين ثلاثة قد يكون شيء من الخيال، احنا كمحامين كنا نعتقد انه هذا الامر من الخيال. احنا كنا نروح طبعا الجلسات والمحاكم، واذا في عندك جلسة مثلا خارج مدينتك اللي انت مقيم فيها، طيارة وفندق وتحضر الجلسة ويرجع ويضيع يومك كله. اليوم هذا كله بيحصل من البيت وبتوكل وانت في البيت. اذا فعلا اصبح لا عذر لنا نهائيا في اننا ما نكون اقوياء بمعرفتنا للحقوق. المعرفه تدخل من جوالك، اسال اي سؤال في مواقع التواصل تجيك الاجابات من المواقع الموثقه والمعروفه رسميا. اثنين، قضايا كلها تقام من الجوال، اذا اصبح ما لك عذر انك تكون ضعيف. ما نبغى يقال والله فلان ضعيف،
فلان ينضحك عليه، فلان بيتنصب عليه، فلان كذا، هذا الموضوع خلاص انتهى. في السابق كانت المرأة، والله المرأة هذا زمن الرجل، الرجل يضربها، الرجل يعتدي عليها. لا، اليوم هي في بيتها ترفع القضية. يعني أنا أتذكر في قضية من القضايا زوج دخل على حساب زوجته في الجوال وبحسابات يعني اختراق من هالقبيل، قدمت شكوى ضده والنيابة استدعته وأحالته إلى القضاء وهو لا زال زوجها. إحنا ما بنحرض، إحنا بس بنوضح حقوق كل طرف من الأطراف، والعكس صحيح طبعا لو الزوجة قامت بنفس الشيء. فإذا الفكرة والرسالة من لقائنا اليوم إنه عمليا وفعليا القوي هو صاحب الحق في شريعتنا، في قضاءنا القوي هو صاحب الحق. يبقى كيف أنا أعرف حقي وكيف أعرف أطالب بحقي حتى أكون قوي؟ وياريت نبعد عن الأفكار السلبية، فلان هذا كيف حترفع عليه، يا عمي هذه شركة كبيرة ما يعني ما حتأخذ منها لا حق ولا باطل، فلان هذا مفتري، شوف ضرب فلان وضرب فلان. الناس السلبيين اللي بيعطونا دائما أخبار أو يعني إجابات أو ردود فعل سلبية، هذول إحنا نبعد عنهم قدر الإمكان. أسأل مرة واثنين وثلاثة وطالب حقك حيجيك، حتى لو بعد شهر، حتى لو بعد سنة. يجيني حقي بعد سنة ولا إنه ما يجيني نهائيا؟ اليوم في عصر التقنية اللي إحنا فيها، الحصول على المعلومة من أي مكان في العالم بأسهل ما يكون، والتقاضي أصبح عبر الجوال، أصبح ما لنا أي عذر في إننا نكون يعني ضعاف أو نستضعف أو شيء من هذا القبيل. هذا هدفنا اليوم. أنا ما أحب أطول عليكم، وإن شاء الله تعالى جميعا تكونوا الأقوى بمعرفة حقوقكم وكيفية المطالبة بها، والله يوفقكم ويسعدكم ويحفظكم يا رب، وإنتوا جميعا على راسي وبالتوفيق، الله يكرمكم. شكرا لكم، شكرا.